تجربة الهول افكت سنسر. الهول افكت سنسر نستخدمه لقياس سرعة المحرك. الهول افكت عبارة عن ماجنتيك في بيرمانت ماجنتيك مغناطيس ثابت، وعندك سنسر يمر من خلاله الديسك. الديسك بيكون معمول بطريقة انه في فراغ، بيكون معمول بطريقة في فراغ زي هيك، في الفراغ هذا اللي بمر عند الديسك. لما يمر الفراغ هذا، لما يجي الفراغ بالتالي ما في شيء مقابل السنسر، فبعطيك النتيجة 1 لـ5 فولت على واحد من الاوتبوت، لأن الهول افكت له 2 اوتبوتس. واحد من الاوتبوتس بيعطيك 5 فولت لما يكون ما في الديسك، والثاني بيكون يعطي 0 والعكس. يعني لما يجي الديسك بالطريقة هاي عند السنسر، هذا بيعطي هذا بيعطي 0، هذا بيعطي 0، وهذا بيعطي 5 فولت. لما يجي الفراغ، لما يكون في فراغ زي هيك، لما في فراغ زي ما احنا شايفين، يكون هذا 5 فولت وهذا 0. زي ما احنا شايفين هون الهول افكت له 2 اوتبوتس 1 و 2. لما يجي الفراغ عند السنسر، output 1 بيعطينا 5 فولت، والاوتبوت 2 بنفس اللحظه بيعطينا 0. لما يجي الديسك عند السنسر، output 1 بيعطينا 0 واوتبوت 2 بيعطينا 5 فولت. فالرسمه بتكون بالطريقه هاي، 1 1 اللي 5 فولت، 1 0 ثاني 5 يساوي ثاني 0، الاوتبوت الثاني بيكون 5 فولت. هاي طريقه عمل السنسر. طريقة التوصيل للسنسر، الاوتبوت بناخذ واحد من الاوتبوت لازم نوديه على بفر، وبعد من البفر بنوديه على الفريكونسي ميتر. نقدر ناخذ السرعة من الاوتبوت 1، اوتبوت 2 حتكون نفس الشيء. فنشغل الموتور، شوف الآن الفريكونسي تقريبا 10، الفريكونسي تقريبا 10 لفات في الثانية، هي تقريبا 600 RPM، مش تقريبا، هي 10 × 60 600 RPM. إذا حاولنا نلاقي أوميجا، هي 2π في الفريكونسي. حتى الآن إذا حبينا ناخذ الأوتبوت الآن الثاني، الأوتبوت الثاني حيكون عندنا نفس الفريكونسي، نفس السبيد.